فدل فدل ادخل ادخل فدل 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 انت ليش ما تدخلي؟ يما هوش لك بس. اسمعي سماسم قفلي باب الغرفة عشان ما حد يدخل. لا 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 ما عليك، ترى ماما عارفة اذا سحباتي عندي ما تدخل. لا يا سماسم قفلي احسن للامان اكثر. يلا يا بنات كل واحدة تاخد اللي تبغاه واللي تحتاجه واللي يشوفه مناسب لها، لان المالديف ينتظرنا. نحن جايينك يا مالديف. اي ظهري، ايش الغباء اللي فيني هذا؟ شكلي ما اقدر اتسبح في المالديف. شوفوا يا بنات انا اخذت هذا، حسه مره يطلع لايق علي وحلو، حيكون شكلي مره حلو في المالديف. لا يا رقيه حسه مره مو مناسب عليكي ومو حلو اصلا. ايوه طبعا هذه الغيره، غيره البنات، تبغيني اسيبه وانت تشيليه؟ لا والله اقول لك الصدق، انا بروح اجرب احسن لي. اسكيوز مي، ممكن سكر وقهوه وشاهي؟ امانه ايش هذا؟ ايش هذا؟ ممكن تعطينا تبرير؟ هذا وانا في المالديف لما اطلب طلبات اقول اسكيوز مي، اقول خلي عنك بس، والله كانها بدله متخبيه تحت السرير لها 4 سنوات حق اخوك الكبير، امك مخبيتها عشان تجي عليك لما تكبري. ابغى اجرب هذا الفستان، احس مره بيكون عليه رهيب، ارهب من الرهيب. يلا اتحفينا ان شاء الله ما يكون زي اللي قبله. ها بنات ايش رايكم؟ امانه ما اجنن؟ لا ويعه مو حلو. وليش ان شاء الله؟ خايس ما عجبني، كيف ليش يعني؟ صدق اللي قال الحسد مرض خبيث. انا شفته اول وانا اخذته اول، يعني يكون لي، ليش تاخذي مني؟ انا اللي شفته اول وانتي اخذتيه، انا اللي شفته ومدحته قبلك. بنت انت وهي مزينة الفستان اصلا، يجي مقاسكم انتوا الاثنين. مستعدين تشوفوا ابشع منظر في حياتكم؟ انا بوقف هنا. تعالي هنا، انا قلت هنا اول. تعالي هنا تخبية. يلا بنات بسرعة لازم نجهز، مو وقت مشاكلكم. والله ما جبت اي شيء مخالف، صدقيني والله ما عندي اي شيء مخالف. الجهاز ما يدق الا اذا في شيء معدني، قولي من بدري ايش عندك عشان ما احولك للقسم. اها شيء معدني، عرفت ايش هو؟ هذه ريالين عشان اشتري فيها شوكولاته من المالديف. ايش في هذا؟ مو طبيعي. انا عندي جنان هنا يا عيال. شكلها سماسم حتسافر بطياره خاصه جدا. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. ومن العمل ما ترضى. ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. لا طبعا الدور ما راح يجي عليا، انت تحبيني. ومين قال لك؟ يما الحقوني يا جماعه، الحقوني لكيس، الحقوني. ركب الخطر ولا الخطر. بنات يلا تحدي النفس، يلا 1 2 3. شوفوا سماسم وسارة مسوين بيست فريند وصاحبين علينا في ليلة القمرة. امشوا نخرب عليهم جوهم ما دام ما نادونا. يلا ونرمي عليهم الرمال. بنات تعالوا شوفوا ايش حصلت. ايش حصلتي؟ غريبة جالسة تصوري عشان اذا صار فينا شيء يكون كل شيء موثق. شوفوا يا جماعة انا حدخل هذا الكهف، اذا في يوم كامل ما صورت تعالوا هذا المكان. طيب بعرفكم على صحباتي: خالد كشميري، خضر كرويتا، اسماعيل احمد كنباوي، عثمان عبد الجليل ششة، يعقوب قمر الدين دبيازة. يا جماعة اذا في اي احد هنا يخرج، ترى القاتلة زهرة جات.
بنات بنات انتبهوا انتوا تمشوا. خلاص لازم نخرج من هنا باسرع وقت. بناتنا سحر سحر لا حد يدخل هذا الكهف الا اذا تبغي راسك الدقدق. سبحان الله يا شكل القمر. سبحان الله اكثر شيء يشبهني في الحياه والكل اتفق على ذلك، انا نسخه القمر. حبيبتي انت شايفه القمر معاه قرنين؟ صباحو بنتاتي، يلا خلونا نروح نفطر. سماسم يلا انت والبنات تعالوا عشاء. سماسم يلا عشاء. يلا بنات تعالوا. صدمة كبيرة. سماسم سماسم هلا هلا ماما، ايش تسووا؟ لا بس جالسين كذا. يلا بسرعة العشاء جاهز. يلا يا بنات قوموا نتعشى. لا لا ما نبغى نتعشى، خلينا نكمل خيالنا. لا انا جعانة بروح بعدين نكمل الخيال. طيب وفطور المطعم؟ كلي لحالك احنا رايحين.